ليش بدك تاخذ اجازه من المشفى بكره؟ والله بدي ازعل الكاتب العقاري مشان دور على بيت. بدك تسكن ببيت جديد؟ بدي غير البيت اللي قاعد فيه لاني ماني مرتاح بالسكنه هونيك. معناتها بكره رايحه انا معك وبس خلصنا بنطلع على الكافتيريا سوا. وليش بقى؟ انا عزمتك على الكافتيريا. ايش هو هالكلام يا فادي؟ الله يسامحك يا طارق، هذا اللي طلع معه؟ هلا لا تزعلي، بس احنا معك مزحه. يعني ما بدك تقبل عزيمتي؟ ليش انا بقدر ارفض لك طلب؟ معناتها بكره بتجي لعندي على البيت بنشرب فنجان قهوه وبنطلع سوا. ماشي. انا رايحه على الاسعاف قبل ما تجهز حالك. الله معك. ايه وانا شو دخلني لحتى اقول له انه منى ما عادت بدها تشوفه يا ياسمين؟ انا ما بدي احكي معه لاني خايفه يزعل، فانتي بتقدري تهديه مشانها. طيب انتي بتقدري تجي بكره الساعه 5 وتجيبي معك منى وتوقفوا قدام البيت تستنوني. مشان شو؟ مشان منى تشوفها شلون بده يصير. ايه انا رح خليه ينساها بالمره. انا الي طريقتي، هو بيسمع مني بكل كلمه. لك شو هاد؟ مثل ما لك شايفه. ياسمين؟ بس فعلا انا صار لازم ارميك بمزبلة النسيان. بس طبعا مو قبل ما تعرف شو ردي النهائي. بدك شيء؟ لوين بدك تروح؟ هي وصلتك على بيتك مثل ما بدك، رايح على بيتي. الله يسامحك، معقول تروح قبل ما نتعشى سوا؟ عشاء؟ ايه نتعشى، شو ما جعت؟ هلا بصراحة جعت بس هلا نتعشى سوا بعدين بتروح على بيتك، ما تخاف ما رح يهرب البيت. طيب مثل ما بدك. مو أنت يلي رح تبكيني، أنا يلي رح بكيك دم على كل شي عملته معي. اوعك تجرب تتصل فيني لأنه ببساطة ما رح رد عليك. شو اللي عم يصير؟ معقول؟ أنا لازم أحكي معها. شو من مين إجتك الرسالة؟ عم سكر بوشي. شبهها؟ ما بعرف، بعثت لي رسالة تقليع. ليش ما بعرف؟ بيكون حدا حاببها طارق.